ازيكم يا جماعة، واهلا بيكم في لايف جديد على الجروب ده. انا متحمسة قوي ان انا موجودة النهاردة. ميرسي يا فاتن عشان عزمتيني. والنهاردة انا هكلمكم على افكار تانية خالص، افكار تسويس. استنوا بس ارتب كده المكتب. ايوه طيب، دلوقتي احنا علشان ناس كتير قوي متخيلة ان مجرد ان هي عندها صفحة على الفيسبوك ان هي كده هتشتغل كويس جدا، مجرد ان انت عملتي صفحه وسميتيها وبتحطي بوستات فخلاص انت كده ايه ممتازه. لا، الموضوع محتاج مننا شويه شغل وشويه افكار بره الصندوق زي ما بنقول. فالنهارده انا محضره لكم كده ورقه هنقعد النهارده نتكلم عليها. طيب، اول حاجه احنا لازم نعمل حاجه اسمها فيسبوك بوست طوال الشهر، يعني كل يوم لازم احط صورة أو فيديو بيتكلموا عن المنتج أو بيتكلموا عن السفر أو بيتكلموا عنك أنت وإزاي بدأتي في أوريفليم ونجحتي. الموضوع ده مهم جدا وبيبني بينك وبين الناس اللي عاملة لك لايك، بيبني علاقة جامدة جدا جدا جدا. أولا بيستنوا إن أنت أكيد تنزلي بوست، وبيستنوا الحاجة الجديدة اللي أنت هتقوليها لهم، لأن ما ينفعش مثلا إحنا كصفحة ما ننزلش للناس كل يوم بوست، وهتلاقونا كده كل يوم منزلين حاجة لذيذة علشان نفكركم ببرنامج ترحيب، نفكركم بالمنتجات، نفكركم بالشرح، نعمل لايف مع نرمين وحاجات تانية كتير. انتوا شايفيننا كويس؟ طيب، دي أول حاجة. طيب، هل الموضوع ده سهل؟ لا مش سهل. احنا لازم نركز كويس جدا جدا ان احنا ما نعملش بوست طويل قوي. اقعد بقى ايه، اقرأ المزيد او سي مور، الناس بتزهق بسرعة. لازم تحط المعلومة اللي انت عايز تقولها بسرعه في 3 سطور بالكتير قوي، يبقوا حاجه كمان مغريه للناس انها عايزه تشوفها، عايزين يسمعوا اكتر، عايزين يشوفوا اكتر لما يدوسوا على البوست او يتواصلوا معاكم. ده طبعا اللي انتوا عايزينه. طيب، احنا كمان عندنا حاجه تانية. طبعا انا براقبكم على الفيسبوك كده بشوف انتوا بتعملوا ايه، بلاقي حاجات عجب الحقيقه. طيب، الفكره كمان ان ده لما بتتعامل بشكل صح بيساعد الناس ان هي تبقى اكتف. يعني طبعا الفكره ان احنا بندخل ناس كتيره جدا، بالزبط. بس الناس اللي اوريدي بتسجل منها اوردر بيبقوا قليلين. فلو احنا سمعنا كل المعلومات النهارده وسمعنا بالزبط كل النصايح، ده هيساعدنا جامد جدا ان احنا ناكتف الناس. وعشان كده اخترنا نكون موجوده معانا استاذه مريان النهارده في شهر 12 عشان الحمله الرهيبه اللي عندنا في شهر ده. اشتغلوا يا جماعه كويس قوي. حد يدخل وما يسجلش اوردر، لازم يدخل ويعمل اوردر. صح، لان اولا دي فرصتكم الشهر ده، ناس كلها بتشتري هدايا، ناس كلها بتجامل بعض، موسم اعياد، يلا بقى زقوا عشان ايه تشتغلوا جامد. فلازم تعملي البوست بتاعك، اعملي فكره مثلا ان كل يوم فكره هديه، ايه ممكن تدي هديه النهارده، وعندنا عروض كتير قوي بقى. وممكن تعملي مثلا اللايف تشرحي فيه البوكسز الجديده بتاعت الجورداني، انت كمان اشرحي. ما تعتمدوش يا جماعه على شرح نرمين او شرح اي حد من التيم، انتوا لازم تعملوا ده. الناس مش عارفانا، احنا عارفاكوا انتوا، وده الاهم. لازم تركزوا جدا في الموضوع ده. يبقى احنا قلنا 3 نصايح لحد دلوقتي. ما نعملش كل يوم نعمل فيسبوك بوست، ده حاجه مهمه جدا جدا، سواء كان فيديو او صوره او لايف، او نعمل البوستات بتاعتنا مش طويله جدا. ممكن تعملوا نصيحه عامه، ممكن تكتبوا مثلا ابدا يومك بابتسامه مثلا، مش لازم تتكلموا ان انت لا انا لازم احط منتج وقبل الخصم وبعد الخصم. لا، ابدا يومك بابتسامه جميله مشرقه. افتكر حد النهارده وكلمه. في نصايح عامه بتدي روح حماسيه وبتدي بوزيتيف مود، بتدي مود ايجابي جدا. فلازم برضو تعملوا حاجات زي كل فتره بس مش كل يوم. طيب، عندنا ايه تاني؟ دلوقتي الناس بتصور المنتج، تمسك الموبايل، معلش يا فاتن هنستلف موبايلك، وتصور المنتج وبعدين تقوم ايه حاطه له بقى ايفكتس، قلوب ونجوم وفيونكات، وتكتب اسمها ماريان يوسف مثلا على المنتج. المنتج في الحالات دي انت بتقلل قيمته. ليه؟ اوريدي مصور المنتج صوره حلوه، خلاص انت بقى اشتغل على الصوره دي ان انت تحطها وتكتب عليها معلومه. يعني ما تبقاش ان انت في حاجه في الكونكشن، انا هشوف. ماشي، احنا هنكمل عادي جدا. ماشي، فاحنا ما نعملش البوست ونحط ايه التاتش بتاعنا عليه. لا، احنا نحط البوست بصوره حلوه ونركز، البوست يبقى واضح جامد جدا ونركز على المنتج. خشوا على الانستجرام بتاعنا هتشوفوا الصور قد ايه واضحه ومرتبه، مش عاملين لها اي افكتس من اي نوع. لا، احنا حاطين الصوره زي ما هي
والصوره تبقى واضحه. انا هرد على الناس اللي شايفه قلوب كتير، انا بجد مبسوطه جدا يا جماعه اني معاكم النهارده في القلوب. طيب حاجه تانيه، بلاش نستخدم صور جوجل، ارجوكوا ارجوكوا. ليه بقى؟ اولا صور جوجل ده جايب من كل الشركات ومن كل العالم، احنا اوريفلين، ما ينفعش استخدم مثلا مثلا موديل من منتج تاني. يعني في الاخر انت بتضحك على الناس، ودي حاجه مش حلوه ومش ظريفه. يعني نركز قوي في الموضوع ده، احنا نصور منتجاتنا بنفسنا او ناخد الصور بتاعه الفيسبوك. وانا لو تلاحظوا بدات اقلل خالص استخدام المودلز، علشان الناس بتستخدمها كتير قوي زياده عن اللزوم، واحنا ما ينفعش، ما لناش احقيه ان احنا نستخدم المودلز دي في كل الصور نشيرها بقى ل 100 سنه قدام. لا، ده بيبقى ليهم عقد، فانا حتى بسهل لكم ان انتوا تستخدموا الصور دي. ولكن ما ينفعش ال 100,000 عضو اللي معانا يستخدموا الصور خالص، لا، احنا لازم نركز جامد جدا جدا ان الصور دي لازم تكون يونيك، فريدة. يعني انت تصور صورة صورتك انت، انت او صورتك انت للمنتج، انزل تصوريها، عشان لما تعملي فيسبوك اد الصورة دي تضرب. لكن لو انت عملتي اعلان ممول على الفيسبوك على صورة استخدمت قبل كده من قبل اي صفحة، صفحتنا او حد تاني عمل لها شير، او الناس استعملتها على الانستجرام او 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 او، ده بيقلل نسبة قوة اعلانك الممول، ودي حاجة مهمة جدا. مش كل الناس عارفة الموضوع ده، فانا عشان كده جاي لكم الموضوع ده النهاردة من ضمن النصايح بتاعتنا. طيب نعمل مراجعة كده، ريفيجن زي ايام ثانوية عامة لو تفتكروا. بنعمل 30 بوست في الشهر، ومش بنكتب بوستات طويلة، مش بنكتب اسمنا على المنتجات خالص، بنصور المنتج وبنسيبه حلو كده زي ما هو. ممكن نفتح نغمق، بس ما نقعدش نحط قلوب ونجوم من الحاجات دي. طيب، وما نستخدمش اي صور من جوجل، ولو انتوا عايزين تعملوا صورة انتوا صوروا الصورة بنفسكم، بتفرق جدا 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 مع الناس، وهتخلي الناس تشوف الصورة او المنتج بمنظوركم انتم، مش منظور الشركة او منظور حد تاني. طيب عندنا حاجة على الويب سايت اسمها البيوتي اديت او مقالات الجمال. انتوا هتفتحوا البيج بتاعت الويب سايت او الموقع، هتلاقوا بيوتي اديت بي اي دي تي مكتوبة كده، اللي هي مقالات الجمال، مهمة جدا يا جماعة. في مقالات طويلة جدا وكتيرة جدا استفادوا منها. اولا المقالات بتتكلم على ازاي تكوني ناجحة مثلا، مش بس منتجات، ازاي لو انتي مضغوطة تهدي اعصابك وتبداي اسبوع جديد بافكار جديده. بتتكلم عن المنتجات، بتتكلم على اهتمام البشره، اهتمام الجسم، اهتمام الشعر، اهتمام الضوافر، اهتمام كل حاجه تتخيليها. ايه اخر صيحات الموضه؟ ايه اخر صيحات الميك اب؟ انتوا لازم تبقوا انتوا سفرة للمنتجات بتاعتنا، انتوا سفرة الجمال بتوعنا. لازم تركزوا جامد جدا جدا في الموضوع ده. ما ينفعش اروح ابيع منتج ميك اب ومبقاش انا نفسي مهتميه وحاطه ميك اب، ان شاء الله يكون بسيط، يعني مش لازم فول ميك اب، بس ميك اب بسيط، واكلمها واقول لها ده انا نفسي بستخدم الميك اب بتاع اوريفلي. ما ينفعش اروح ابيع منتجات العنايه بالبشره بتاعت النوفج وهي تشوف عندي هالات سوداء، او تشوف عندي تجاعيد جامده، او تشوف جفاف جامد للبشره. وما ينفعش برضو ابيع الحاجات دي من غير ما انا نفسي استخدمها. انت كمان علشان تجيبي معلومات قويه جدا، ما تبقيش بتعتمدي بس على المعلومات اللي احنا بنحطها على الفيسبوك او على اليوتيوب، لا، انت لازم تعتمدي كمان على ان انت تجتهدي جامد جدا، وتبقي مذاكره المنتجات، ومذاكره ان انت ازاي تبقي اب تو ديت، او دايما عندك احدث المعلومات. البيوتي اديت ده حلو جدا، فاتن انت جبتيه لنا. يس. ثانيه واحده، ثانيه واحده، بصوا يا جماعه، ده الموقع بتاعنا من على الموبايل، هو بس مش باين، مش باين يا فتون، مش باين، معلش. انتوا افتحوا الموقع الرئيسي هتلاقوا البيوتي اديت، ودوروا في دوروا هتلاقوها بسهوله. وممكن حتى بعد كده اعمل لكم سكرين شوت واحطها ككومنت، زي الفاتن تحطها لكم كومنت، ان انتوا تشوفوا ازاي توصلوا لها بسهوله. طيب احنا كده اتكلمنا عن ايه؟ نرجع تاني للقلم بتاعنا، ان احنا بنحط 30 بوست في الشهر، مش بنحط بوستات طويله خالص، وكمان مش بنحط اسمنا على المنتجات اللي بنصورها، ومش بنستخدم حاجات جوجل،
وبنستخدم نصايح من البيوتي اديت. طيب الفيسبوك لايف ده بقى كنز كنز. انتوا عارفين ان اقوى بوست عندنا في الشهر هو الفيسبوك لايف بتاع نرمين، وطبعا بنحيي نرمين دلوقتي ونقول لها ازيك يا نرمين. اللايف يا جماعه بيعمل انتر اكشن هايل. انت مجرد ان انت مثلا عندك 2000 شخص على الصفحه بتاعتك وعايز تكتر الموضوع وعايز توصل للناس دي كلها، مجرد ان انت تعمل لايف هتلاقي زي ما انا شايفه قلوب كتير ومنورين وكلام حلو قوي. اللايف بيعمل شغل عالي جدا جدا جدا. اول مره تسافر مع قريف ليه، تاني مره تسافر مع قريف ليه، بتسافر دايما مع قريف ليه، حط اعمل لايف وحط بوست تقول احنا هنطلع دلوقتي بس مباشر، بيفرق جدا جدا مع الناس الكلام ده. وعبر عن الشركه وقول لهم احنا دلوقتي مثلا في الميجا مانجر سيمينار في شرم الشيخ، وقريف ليم دي فرصه مثلا عمل كذا كذا بتساعدك ان انت تسافر، واتكلم قبلها وقول لهم انا دلوقتي حققت التايتل الفلاني في الوقت ده وجيت اسافر اهو الميجا مانجر سيمينار، وتقوم عامل لايف بقى على المكان ووريهم المكان الحلو اللي احنا فيه. الحاجات دي بتفرق جدا مع الناس، بتدي مصداقيه عاليه جدا جدا، وحاجه ببلاش. مين فينا مش بيحب حاجه انها تكون فور فري ببلاش؟ كلنا. فانت بتكسب قاعده جامده جدا على صفحتك. عشان تبقوا عارفين برضو في معلومه مهمه جدا، الناس بتتخيل ان لو انا عندي 2000 شخص على الصفحه الصوره بتاعتي توصل على الاقل 700. الموضوع ده ما بقاش خالص، لان هو مارك زكربرج اللي هو اللي عامل الفيسبوك ده اساسا، ده دلوقتي بقى لقمه عيشه زي ما بنقول كده. فهو دلوقتي لازم انت عشان توصل لناسك على الصفحه لازم تعمل اعلانات، علشان هو حتى يقول لك ايه الصوره دي عامله شغل عالي، يعني is doing better عن الباقي ب 70%، ما تبروموت ما تدفع فلوس، او هي مثلا عامله باللغه العربي ان هي بتشتغل جامد جدا عن بقيه الصور بنسبه اكبر من العادي، ما تعمل لها اعلان ممول ويكتب لك حتى 49 جنيه ونص، عارف جو ونص و99 قرش ده، طب ما توصل لناس اكتر ب 119 جنيه. هو بيحاول يجذبك ويشدك ان انت توصل حتى للناس اللي عامله لايك اوريدي على صفحتك، فما تبقاش خايف انه ايه ده انا كده مثلا شغلي مش حلو او انا مش عارف اوصل للناس. لا، انت لازم تدفع طول الوقت، ودي حاجه مش انا عارفه ان هي ناس كتير مش عارفاها، مش لازم تدفع مبلغ عالي، بس لو انت عملت النصايح اللي احنا قلناها لك دلوقتي وعملت اعلان ممول بسعر مش قوي جدا هتشوف فرق جامد جدا. انا هديكم مثل بسيط والمثل ده حقيقي، الانستجرام بتاعنا دلوقتي يعني وصل لرقم غير عادي. احنا زدنا في السنتين ونص اللي فاتوا من غير ما ندفع ولا جنيه على الانستجرام، زدنا اكتر من 25,000 في سنتين، ولا جبنا حد يعمل لنا اعلان ولا دفعنا فلوس، مجرد ان انا بعمل صور كل يوم وبعمل ستوريز كتير جدا جدا، واي ايفنت بنروحه هتلاقوا ان احنا بنعمل صور كتيره جدا جدا، الناس بتخش تشوف ايه ده، وبنظهر لهم على الهوم سكرين. فلما الفلو بتاعك او انت نسبه المشاهده عندك على الانستجرام بتزيد، الناس بتخش عندك اكتر، بتبقى انت خلاص عليت في الحته دي، فالناس ايه اسهل بتجيلك. لكن لو انت في الحته دي بتعمل اعلانات مموله ومش شغال وانت بتعمل اعلان ممول بالنصايح دي مش هتعلى كده، لكن لو انت شغال كويس جدا جدا وعملت اعلان ممول هتوصل كده. فالموضوع بيفرق جدا 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 في الشغل في الموضوع ده، ركزوا جامد جدا جدا في القصه دي لانها بتجيب شغل كويس قوي. طيب عندنا ايه تاني؟ لازم يكون عندك قناه على اليوتيوب. حلو جدا الموضوع ده، دلوقتي طالع موضه قوي ان انا دلوقتي قاعده واقوم ماسكه الموبايل بتاعي واقعد احط ميك اب بالشكل ده واحط الماسكرا وامسك القلم الكحل واعمل لهم كده. الحاجات دي شغاله كويس جدا جدا مع الناس، ودي حاجه حلوه قوي ان انتوا تعملوها. لو انت مش قادره تعملي كده بنفسك علشان مش حابه صورتك تطلع، عندك تيم كبير قوي استخدميهم، قولي لهم انا دلوقتي عايزاكي تعملي لي ميك اب سهره، واستعملي مثلا مجموعه الجوردان،
اديها مثلا 2 دقيقة انها تعمل الميك اب السريع ده بالجورداني وحطيها على اليوتيوب شانل، تفرق معاكي قوي. وتقومي حاطه جزء من الفيديو ده او صوره منه على الفيسبوك وقولي لهم خشوا شوفوا ايه اخر صيحات الجورداني. تكتبوا دايما اسم ايه يستفز الناس انها ايه ده انا عايزه ادخل اشوف اخر صيحات جورداني، او دلوقتي موسم الاعياد تعالوا نشوف ميك اب السهرات والموسم. شوفي قد ايه انت تعملي شغل عالي، واعملي مسابقه عندك في التيم قولي لهم دلوقتي احنا هنعمل مثلا 3 فيديوهات في الشهر، اعملوا فيديوهات وابعتوها لي واحلى فيديو هحطه. الحاجات دي بتفرق قوي مع ان انت كمان الكور تيم بتاعك ان انت قد ايه تشجعيه وقد ايه كمان تبني فيهم الحس الفني. الميك اب ده في الاخر فن، يعني انا ممكن ابقى عندي نفس الميك اب وابقى شكلي بعبع، او احط عندي نفس الميك اب وابقى شكلي امور. الموضوع ده بيفرق جامد جدا في الاخر، الميك اب ده فن. استخدموا اليوتيوب شانل بقى ترند جامد جدا دلوقتي، وانت ممكن تبني ده مع ده فيبقى عندك هيكله كبيره جدا جدا تقدري تشتغلي بيها وتوصلي لاعضاء كتير. هقول لكم كام نصيحه وبعدين نشوف لو في حد كاتب لنا كومنت. طيب الاعلانات المموله انا عارفه ان السيلز تيم اكيد هيتكلم فيها بشكل قوي جدا، والفيسبوك لايف ده مكمل معانا. انا عايزه بس اقول لكم انه الموضوع الناس كتير قوي بقابلها بالصدفه في سيمينار في اجتماع مديرين في اي حاجه، يقولوا لي ايه الفيسبوك قد احنا خلاص احنا وقفنا زهقنا منه. فبقول لهم ليه زهقتوا منه؟ يقولوا لي لا احنا بنبقى متوقعين حاجات معينه ومش بتيجي، فاحنا خلاص زهقنا وبندفع فلوس في الارض. هو احنا بندفع فلوس في الارض تاني لما بنستخدم صوره تم استخدامها قبل كده، لان ايه الجديد عندك؟ دلوقتي لو احنا دلوقتي الفيسبوك لايف بيتفرج عليه مثلا 100 واحد، ال 100 دول استخدموا نفس صورة الروج بتاع الجورداني. أنا كمريان حد مثلا مش عامل الموضوع ده، هفتح ألاقي ده زي ده زي ده، إيه اللي هيميزك أنت في إعلانك الممول إنك توصلي للناس أكتر وقاعدة كبيرة؟ أنت لازم أنت تشتغلي، لازم أنت تصوري صور حلوة وبتقنية عالية، مش لازم كاميرا، موبايلات دلوقتي بقت الكاميرات إيه يعني حاجة خطيرة، فأنت بمنتهى السهولة قاعدة على البحر، قاعدة على النيل، قاعدة بتشربي كوفي في حتة لذيذة، خرجتي جنب شجرة، جنب زرعة، صوري المنتج بتاعك، صوري الكتالوج وانت جنب شجرة وقولوا انتظروني هعمل النهاردة مثلا شرح على المنتجات، واعملي اعلان ممول على الصورة. والناس اللي هتيجي شو هتسمع الشرح بتاعك، اعملي فيسبوك لايف، بلاش يا ستي فيديو، واعملي اعلان ممول على البوست ده، فالناس هتخش عندك وهتبقى مستنيه تسمع يا ترى الكتالوج ده جواه ايه؟ في تفاصيل بسيطه قوي 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 تفرق معاكي ان اعلانك ده يضرب في العلالي ويضرب نص نص. مش كله فلوس، طبعا الفلوس العامل الاكبر، بس احنا دلوقتي بنحاول نشتغل بشكل على قدنا لحد ما نكبر شويه وندفع اكتر ونكبر شويه وندفع اكتر. طيب فاتن، احنا عندنا اي اسئله؟ فاتن سابتني وقعدت على جنب. لا خالص. نرجع بقى نرجع فاتن تاني. الصراحة عشان السؤال ده بتسأله كتير قوي، ناس كتير دلوقتي بقت او يعني بتعلق الكومنت ده تقول احنا بقينا بنستسهل نتعامل مع الموقع، ما بقيناش بنستسهل نتعامل مع الاب. دي حاجة مهمة جدا جدا. دلوقتي احنا عندنا، هنحكي لكم دلوقتي قصص التطبيقات بتاعتنا الابلكيشنز. احنا عندنا دلوقتي 2 ابلكيشنز اهم من بعض، البيزنس اب واوريفليم اب. طبعا عندنا السكين اكسبرت اب، بس انا عارفه ان هو الناس مستثقلاه على الموبايل، ولو انه اداه ممتازه ممتازه ان انت دلوقتي تعرفي نوع بشره اللي قدامك لو هي شاكه في نصيحتك. يعني خلوا بالكم انا دلوقتي ما اعرفش فاتن، خلاص احنا اول مره فاتن بتقول لي ايه ده انت عندك تجاعيد شويه تحت عينك، استعملي الايكولوجين. فانا حاسه فاتن ايه ده فاتن بتلبسني، يعني فين التجاعيد دي، ده انا قمر بقى وحلوه وبتاع، ليه ادفع كل ده في مجموعه النوفج؟ احس ان هي ايه بياعه شاطره. طيب لو انا فتحت ابلكيشن ووريت لها شرحت لها بصي الابلكيشن عامله ازاي، احنا هنخش ونكتب سنك ونعدي هنصورك ونشوف تفاصيل خطوات البشره، شوفي انت ازاي هتكسبي الزبونه دي بشكل كويس جدا وهتثق فيكي. ده لو انت عندك اوبشن انك تقابليها فيس تو فيس. بس نرجع لمرجعنا الاوريفليم اب والبزنس اب. طيب اوريفليم اب يا جماعه سهله جدا،
ده احنا بنسهل عليكي بدل ما تكتبي www.oriflame.com.eg، نفتح نستنى يحمل لو الانترنت متكعبل شويه، وبعدين اشوف انا عايزه اعمل ايه. اولا الويب سايت متقسم لشقين دلوقتي، الاوريفليم اب اللي فيه الكتالوج وانك ممكن تشتري وانك تشوفي النصايح وانك ازاي تتراك يور اوردر، طبعا دي خدمات ممتازه على التطبيق واسهل بكتير. والشق الثاني بتاع الريبورتس اللي هي التقارير بتاعتنا، ومين عمل الحمله ومين ما عملش الحمله ومين اشتغل ومين الان اكتف. فانت كعضوة في اوريفليم ما ينفعش باي حال من الاحوال ما يكونش عندك التطبيقين دول، دول ايدك ورجلك زي ما بنقول، يعني العكازين بتوعك في اوريفليم. اولا سهلين، سرعه رهيبه، في اي وقت في متناول ايدك تفتحيه، وموصلك على طول الحاجات اللي انت عايزاها بشكل اسرع بدل ما تفتحي وتعملي تسجيل دخول وبعدين تدوري على اللي انت عايزاه. وفي نفس الوقت عندك اداه ممتازه في ايدك، اوريفليم عاملاها لك اداه شغل، احنا بنسميها انترنالي جوه دي ادوات الشغل بتاعتك. يعني انا ما ينفعش مثلا اشتغل من غير الايميل بتاعي الاوتلوك بتاعي، ما انا مش هعرف هشتغل ازاي. انت ما ينفعش تشتغلي من غير الابلكيشنز، ولو موبايلك يسمح، ويا ريت يا جماعه نركز شويه ان احنا الموبايلات دي بقت زي اللابتوب، انت لازم ندفع سنه بسيطه، اداه فوق المهمه فوق المهمه. يعني اولا كاميرا انت محتاجاها لتصوير المنتجات، محتاجاه يكون حديث علشان يشغل لك الابلكيشنز، محتاجه ان هو يكون مش بيفصل منك بسرعه علشان تعرفي تكلمي الناس اي وقت. يعني الموبايل ده ايدك ورجلك، فلما تجيبي موبايل كويس هيساعدك جامد جدا ان انت تشتغلي على الابلكيشنز بتاعتنا. والسكين اكسبرت اب دي مهمه جدا جدا جدا، يعني دي حاجه ما ينفعش تفوتوها، لان مبيعات النوفيتش بالنسبه لكم مهمه جدا. انا بنط من هنا لهنا بس بشكل اسرع. طيب هتقولي لي احنا مش بنقابل الناس، مفيش حد مش بيقابل ناس، احنا بنقابل ناس طول الوقت، بتقابلي ناس في مدرسه ابنك، بتقابلي ناس في لو انت بتشتغلي في حته غير اوريفليم وبتشتغلي في اوريفليم طول الوقت بتقابلي ناس، مش بتشتغلي في حته جيرانك، صحابك، رمضان، كريسمس، كل دي مواسم بتقابلي فيها الناس بتاعتك. احنا 100 مليون يا جماعه، احنا 100 مليون، دي حاجه مرعبه. شوفوا احنا قد ايه في الشارع اصلا، احنا مش عارفين نركن على فكره، صح مش كده؟ يعني بلاش نركن عشان جيتي على الحته الشائكه اليومين دول هنا. فانتوا لازم تبقوا بتستخدموا الادوات دي بشكل ممتاز وما تكسلوش، يعني ما تحسيش ايه انا هشيل الابلكيشن بقى علشان مش بستعمل، لا استعمليها. خليكم متاكدين التطبيقات دي ما كانتش هتتعمل غير لو الشركه كانت متاكده ان دي ليها استخدام قوي، لان دي فلوس كتيره جدا عشان تتعمل. فالابلكيشنز دي مش مجرد حاجه موجوده، لا دي حاجه موجوده بسبب قوي جدا، موجوده عشانك، عشان تعرفي تشتغلي وعشان تعرفي تسهلي امورك. ولو في حد ما عندوش الابلكيشنز دي بليز ممكن تنزلوها يا جماعه لو سمحتوا. طيب عندنا اي اسئله تانية؟ حاسه اني رغيت كتير قوي. ايه ده؟ لا خالص، عندنا اسئله كتير جامده. ايه الوقت المناسب علشان اعمل اعلان ممول علشان اعرف استفيد منه؟ اي وقت، بس ممكن تستفادي بالمواسم، يعني الكريسماس، بس ما تعمليهوش مثلا ايه اخر يوم في السنه، الناس اصلا مش مركزه. يعني لازم تختاري وقت ممكن ايه يكون يعني موسم بس مش في الاقوى وقت في الموسم، رمضان، اي وقت. بصوا يا جماعه احنا عندنا مواسم طول السنه، مصر ايه تحب العسل والخير كده، عندنا كريسمس وسنه جديده، وعندنا ايستر، وعندنا رمضان، وعندنا فالنتاين، وعندنا عيد ام، وعندنا عيد اب، وعيد الطفوله، عندنا اعياد كتير، ربنا يكتر اعيادنا، كل الاعياد وكل حاجه موجوده. فانت ما ينفعش تبني اعلانك الممول على وقت معين، ده شغلك انت تعملي اعلان ممول، بس الفكره تعملي اعلان ممول متميز، وهو ده اللي هيفرق، مش هيفرق ابدا في الوقت صدقيني. لو عملتي اعلان ممول متميز زي ما بنقول بالانجليزي كاتشي، كاتشي يعني يمسك، كاتشي يعني يشدك يمسكك، ان انا عايزه اشوف ايه ده هي عامله ايه، انا عايزه ادخل ابص على الاعلان ده واشوف انا هيفيدني في ايه. لازم تعملي حاجه مفيده في الاعلان، يا اما تدي لحد معلومه، تدي لحد نصيحه، تشرحي لحد منتج. لازم يكون هدف الاعلان هدف، يعني مش انا اجيب حد وخلاص، لا انا عايزه اجيب حد بس همشي معاه بقيه الطريق. في حاجه تانية، في ناس كتير قوي بتعمل اعلانات مموله
وتسيب الناس بقى يعني يعملوا لايك بقى احنا جبناهم وخلاص. وبعدين بقى احنا جبناهم اهلا بيكم يا جماعه وخلاص بقى ننعس بقى شويه. طب بكام؟ ما حدش يرد. طب اشترك ازاي؟ ما حدش بيقى. خلاص بقى مش انت جيتي خلاص حلوه قوي زبطينا يعني. طب ما فيش شاي او قهوه او اي حاجه؟ لا ما فيش. لازم نركز كويس جدا. انت الشخص اللي هو كلف خطوه وجالك وداس على الاعلان بتاعك علشان يجي لك شخص مهم جدا، ان الشخص ده هو اول الشده ان انت تجيبه معاك في مجموعتك او في اوريفليم، ان دي حاجه مهمه جدا. في حاجه تانية عايز اقولها لكم بالنسبه للاعلان المموله، ما تعملوش وعود زياده قوي. يعني بشوف اعلانات كتير قوي انضمي معايا دلوقتي وهتكسبي فوق ال 5000 جنيه، فين؟ يعني هل انا اول ما انضم معاكي هعمل حاجه وقتيه تكسبني 5000 جنيه؟ ما دام ده مش هيحصل وانت عارفه ان هو مش هيحصل، انت اخدتي وقت كتير قوي عقبال ما وصلتي ان انت تفهمي السيستم بتاع اوريفليم لحد ما فهمتي وتمكنتي منه وبداتي تشتغلي نار وتكبري وتحققي احلامك. طيب انت لازم تاخديها واحده واحده. انضمي معايا لو انت مثلا ما عندكيش فرصه عمل تاني وبتدوري ان انت تزودي دخلك، بتشتغلي وعايزه تزودي دخلك، تعالي انا اشرح لك الخطوات وتشرحي لها واحده واحده. طيب هل الموضوع ده سهل؟ لا مش سهل، بس المتابعه مهمه جدا. ما ينفعش ان هي مثلا تقول لي انا مش شفت الاعلانات دي كتير، ايه يعني اللي عندك الجديد؟ الجديد عندك المتابعه، لازم تتابعوا يا جماعه الناس بتاعتكم. يعني لو هي سالتك وبعدين هي ما اهتمتش قوي اللي انت بتقوليه او حاسه ان انت بتقولي اي كلام وخلاص، تابعيها، ابعت لها عروض، ابعت لها الحملات، ابعت لها حاجات هتيجي معاكي مع الوقت واحده واحده. لان الناس كتير قوي بتعمل اعلانات مموله، فلازم نختلف عن غيرنا، نختلف عن غيرنا احنا نهتم بالناس اللي عملت تفاعل مع الاعلان ودخلت وفعلا اشتغلت معاكي وهتلاقيها بتيجي على طول. اعملي اجتماعات يا جماعه، مهم جدا الموضوع ده. اعملي اجتماع واعزمي الناس دي فيه. وبعدين احنا فرعنا هنا فرع رئيسي. دي فرصه حلوه قوي. كتير قوي وانا نازله مروحه من الفرع بلاقي ناس قاعده على الترابيزات عندنا المدوره بتشرح المنتجات، كتير جدا وبيعجبوني قوي. بلاقي وجوه جديده في الفرع بلاقيها قاعده ماسكه ورقه وقلم زي اللي انا ماسكاها لكم النهارده دي كده، وايه وبتتكلم بتقول لك لا المنتج ده كذا، لا انت تيجي وتشرح وبتشرح ورقه وقلم كانها فعلا بتشرح شغل، لان هي في الاخر فرصه عمل. بليز يا جماعه ركزوا قوي في الموضوع ده. سيفت انا كنت معاكم النهارده، انا حاسه اني طولت. ان شاء الله هاجي لكم تاني في معلومات ونصايح تانية. عارفين البرامج بقى ان شاء الله يا جماعه هاجي لكم مع طبخه جديده فان شاء الله. لا لا بجد ميرسي قوي لما ليك يا مريم كنت موجوده معانا النهارده. انا لسه شايفه حاجات ناس بتسال حاجات تانية هناخدها معاكم. ممكن ناخد سؤالين طيب تاني لو في حد بيسال ازاي اعمل الاعلان الممول اصلا يعني. اصلا طب ماشي. طب دي حاجه بقى هنتكلم فيها، محتاجه محتاجه قاعده لوحدها. بصوا يعني هو عامه الفيسبوك لايف ده مكمل معانا ودي حاجه حلوه جدا. يعني احنا كلنا هنتواجد معاكم تاني وهجيب لكم افكار تانية. ممكن المره الجايه نحضر مثلا خطوات، او اكيد السيلز تيم جاهز للموضوع ده ان هو يعمل خطوات الاعلان الممول يشرحها لكم بسهوله. بس انا هديكي نصيحه برضو اللي انت كتبت، لو حطيتي بوست هتلاقي اوبشن تحت البوست ده ان انت تعملي بروموت او تعملي زي ايه تزقيه على الفيسبوك، واول ما بتدوسي عليه بتعملي اعلان ممول. بس هو هي مدارس كتير في ده، انك بقى مجرد تعملي بوست للصوره اللي انت عاملاها، او ان انت بقى تكريت او تخلقي اعلان ممول اصلا بالناس بتاعتك اللي عايزه يوصل لها الاعلان، السن، المكان، الاهتمامات، الحاجات دي كلها انت بتتحكمي فيها. موضوع بحر كبير، بس ان شاء الله في المرات اللي جايه نتكلم عن المواضيع دي بشكل اقوى. وكمان انا عايزه اسالكم سؤال، ايه الحاجات انتوا كمان حابين ان انتوا تتدربوا بالزبط. فيها بالظبط اكتبوا لنا واحنا اكتبوا لنا يا جماعه واكتر من صعب ان احنا نسهلوا علينا. ممكن مثلا لنا المعلومات اللي قلتها النهارده تكون فادت ناس بس ما فادتش مثلا كل الناس مثلا، يعني بس في الإعادة إفادة. بس برضو انتوا اكتبوا لنا ايه نوع الحاجات اللي انتوا حابين تتعلموها، وانتوا كمان تدونا طريق ان احنا نساعدكم بشكل اسهل والفيسبوك لايف ده يكون حاجة مفيدة بالنسبة لكم. مبسوطة قوي اني كنت معاكم. بعد ما اقفل بقى هقعد اراقب اشوف مين عمل لي وسلم عليا. وميرسي يا فاتن قوي على الانفيتيشن اللي بتاعت النهارده. كنت معانا النهارده ووعد هجيبها تاني معانا ان شاء الله. بس ادونا اسئله على قد ما تقدروا، هتلاقونا ان احنا جايين جاهزين بيها ان احنا نجاوب عليها. بالزبط. في حد بس كتب سؤال على السيرفي، بيكتب شروط دخول السيرفي وايه هي. السيرفي لو انا عايزه ادخله هروح للاريا سيلز بتاعي مدير مبيعاتي
وهطلب منه ان انا ادخل، وهم عندهم المواعيد وعندهم كل حاجه، وهم هيقدروا يساعدوكم ان انتوا تدخلوا. هي يعني المسابقه دي بتدخل بعد يعني خطوات المفروض ان انتوا تقوموا بيها. فالصح ان انا اروح عليه هو مدير المبيعات بتاعي. ميري كريسمس، سنة هنجيلكم تاني، طيبين كل إن سنه شاء وانتم الله طيبين، ويا رب سنه سعيده علينا جميعا. يا بس ما رب. تنسوش ديسمبر عايزين نقفل قفله قويه، وعايزين نشتغل فيه جامد قوي 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 قوي. وما تنسوش كمان ان ده اخر شهر لينا علشان نلحق نسافر او نلحق نروح الدايركتور سيمينار زي ما قلنا، فعايزين برضه نشتغل جامد جدا. عندنا حمله جميله قوي، كل حاجه الشهر ده وبوكسات الجوردان يا جماعة بالظبط. خطيرة، والمنتجات كانت امبارح على فكره، والمنتجات كانت امبارح، يعني يعني الرزق كله بينزل مرة ضحينا حب بحب رب وجنيد. فاتصلوا يعني تعملوا كل اللي عليكم عشان كمان احنا نبقى مبسوطين بيكم وانتم بتتكرموا ان شاء الله. إن شاء الله. ميرسي ليكم، ونشوفكم على خير ان شاء الله. وهتلاقوا لايفات كتير جاية معايا ومعاك في استنونا الشغل ان شاء الله. ان إن شاء شاء الله الله. استنونا. باي باي. باي باي.